من فداکارم، مرد پیکارم، با شما ای حامیان سنگر اسلام، با شما ای حامیان سنگر قرآن. یا شهادت، صبح آزادی از شفق پیداست، صبح آزادی از شفق پیداست. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك إلى يوم الدين. كنا المرة الماضية توقفنا في عندما دخلت قافلتنا، قافلة ولاية بلخ، إلى مناطق الشيعة، ويسمى ويطلق عليها أيضا في أفغانستان هزارجات، يعني الهزارجات بمعنى يعني الأراضي الشيعية، المناطق التي تسكنها الأغلبية الشيعة، والهزارة نسبة إلى العرقية الأفغانية، وكثير ممن يظنون أن الهزارة كلهم شيعة، ففي أفغانستان الهزارة ليس كلهم شيعة لكن الأغلب. فالمهم دخلت القافلة في هذه المناطق، وأخذت تقريبا 4-5 أيام على سرعة الأقدام وسرعة الدواب، يعني 10-11 ساعة يوميا. فالحقيقة كانت المعاناة واضحة، يعني اختلف الاستقبال، اختلف الترحيب، اختلف الإكرام الذي كنا يعني نلقاه في المناطق الأخرى، في الولايات الأخرى كما قلت السنية. ولا أذكر في اليوم الثاني أو الثالث كنا جالسين في المكان هناك، وطبعا يعني اللافت للانتباه أيضا أن المناطق اللي كنا فيها مقصوفة مدمرة، لا تكاد ترى فيها بيتا قائما على جدرانه، والبساتين يعني آثار الحرب والدمار بادية للعيان. لكن في هذه المناطق لما دخلنا يعني فوجئنا، الأشجار، البساتين، المحلات، البيوت قائمة، المدارس شغالة، مما يعني أن هذه المناطق لم تكن داخلة في الحرب. فاستمرينا أظن فيها 4 أو 5 أيام، ولا أذكر اليوم الثالث أو الرابع وإحنا في هذه المنطقة، في منطقة كانت منطقة مركزية اسمها بلخاب. فبعد المغرب، بعد العشاء، جاء اثنان دخلوا إلى الغرفة اللي كنا جالسين فيها، وكانت تكية خانة كما قلت حسينية، كانت القافلة وكل المجاهدين كنا يعني فوق بعضنا من شدة ضيق المكان، والعددنا كثير، وكما قلت برا يعني الزمهرير، البرد، الثلج، لا يستطيع أحد أن ينام برا، يموت. فنتحمل، لازم نتحمل الاكتظاظ ونتحمل كل هذا. فالمهم دقوا الاثنين وقال العرب اللي معكم نريد فوق هذا يجي معنا. وأنا الشيخ عبد الله يرحمه لما رفعت يدي أنا وأبو أسيد وضياء الرحمن بعد أن خطب الجمعة في بشاور، فلما انتهينا قبل أن يودعنا، فقال يعني أميركم، قال أبو أسيد وضياء الرحمن، أميركم في الرحلة عبد الله أنس أخوكم الجزائري. فطبعا ليس أمير على القافلة كلها، أميرها كما قلت الظريف، ولكن لحاجات العرب أو المسؤولية عن إخوانك أنت تكون أمير عليهم، أنتم ثلاثة فأنت أميرهم. فهم نادوا علي أنا فذهبت معهم، يعني 10 دقائق ربع ساعة على الأقدام نمشي. ذهب معي يعني أظن 2 أو 3 من قادة القافلة اللي كانوا معي، رفقوني، لكن ما خلوهمش يدخل معي. عندما وصلنا إلى مركز القيادة ما خلوهمش يدخل معي، فدخلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وما لفت انتباهي جالسين أظن 5 أو 6 أشخاص، يعني هكذا بادية عليهم
يعني أثار النعمة والراحة، ويلبسون طبعا العمامة الإيرانية الشيعية ويلبسون الجبة الشيعية. ولفت انتباهي على امتداد طول وعرض الحائط كله بوستر كبير لمؤسس الثورة الإيرانية الإمام الخميني. وجالسين، فأول سؤال لما جلست فطرح علي السؤال، كان واحد يتكلم العربية بفصحى، وحتى أظنه ممكن يكون من أصول عربية لأنه ليست عربية أعجمية، الأعجمي إذا تكلم بالعربية يظهر يعني لكنة العجمة تظهر، كما عندما يتكلم العربي الإنجليزية مهما درسها أنه يتظهر عليه أنه ليس يعني لغته الأم. فكان يتحدث هذا بلغة عربية، وحتى لا يعني ممكن يكون حتى من العراق، أنتم كيف تدخلون أفغانستان بدون إذن؟ فقلت والإذن من من؟ قال تأخذون الإذن فتدخلون في أراضينا. أنا قلت أنا لا أعلم، نحن جينا مع المجاهدين وركبنا في قافلة ولاية بلخ، ونحن جينا لمساعدة الأفغان في جهادهم لدحر الروس من أفغانستان، ولا نعلم شيئا عن كيف يعني ندخل من نأخذ الإذن. في تصور يعني الإذن هذه والقوافل الجمعية والحزب وهذا المجاهدون الأفغان هما اللي يعطوك الإذن وأنا معهم. قال لا، أنت لا بد أن تأخذ الإذن، وثانيا أنتم العرب فقط تأتون مع القوافل الأخرى، لماذا لا تأتون عندنا ولماذا لا تساعدوننا نحن؟ فأنا قلت له نحن أول مرة، وكانت فعلا نحن ثلاثة عرب كنا أول عرب يعبرون إلى شمال أفغانستان، يعني ما سبقنا لشمال أفغانستان أي عربي آخر من بداية الجهاد من 79، ونحن الآن نتكلم على هذه القافلة في 84. فقال ولا تأتوا عندنا؟ قلنا له نحن أولا هذه أول مرة ندخل مع هذه القافلة ولما لا. وأنا فعلا وضعت الأمر في ذهني على أساس أناقش الشيخ عبد الله لما أرجع وأقول له ولما لا، إذا كان فيه يعني يسببون مشاكل، لأنه لم يكن هذا المشكل الوحيد. أنا كنت محظوظ لأنه بعدي القافلة اللي جات بعدي بعد 6 شهور كان فيها أيضا عرب، بعضهم كان من مصر وبعضهم كان من تونس، فسجنوهم أكثر من 6 شهور. فأنا كنت محظوظ يعني فقط هذه الجلسة القصيرة، وكأني بهم لما اكتشفوا أني من شمال إفريقيا، ولا ربما يعني لا يوجد هذاك الاحتكاك ربما مع يعني لو كنت سعودي ممكن لهجتهم غير، فكأنه لأنه جزائري وشمال إفريقي مغاربي الاحتكاك السلبي بينهم يعني مش موجود، فكأنه هذا لطف معاملتهم معي. ثم بعد ذلك قالوا احنا سوف لا نتركك تمشي وحتى نجلس ونتخذ القرار المناسب، فأنت باقي هنا. قلت له إلى كم؟ قال ممكن يوم ممكن أسبوع، فأنت باقي هنا وتترك القافلة تمشي. فهذا زاد من تشويشي أكثر، يعني أنا خفت يعني كيف هذا لا يصح. فيعني أنطقني الله، فقلت لهم سبحان الله، يعني أنا هذه الصورة التي خلفكم الكبيرة يعني هي للإمام الخميني، وقصصت لهم قصتي، ولأن أنا كانت عندي تجربة قبل هذه في الجزائر، ولعل أخي يعقوب مهندس يعقوب كنا أحيانا عندما نريد أن نذهب إلى الغرب الجزائري من بومرداس من معهد البيتروكيماوية نتاع الليناش كنا نمر إلى الغرب، فكنا نبيت ليلة أو ليلتين في الجامعة المركزية في العاصمة، ونزور الجامعات نبيت ليلة ثم نمشي. فكنا أثناء طريقنا إلى الغرب الجزائري بالعباس ووهران، فكنا أيضا نتوقف وفي نفس الوقت في طريقنا نمر على السفارة الإيرانية، يعني كنا متأثرين في ذلك الوقت كثير بالثورة الإيرانية. وحتى أذكر أنا مرة أوقفوني الدرك، كنت بين وهران وبين شلف، كان فيه نقطة تفتيش هناك، وأنا كنت يعني أتعهد أني أذهب أنا ويعقوب وغيرهم نأخذ مجلة الشهيد التي كانت تصدر في إيران. كنا متأثرين بالثورة الإيرانية، وكانت الأفلام تعرض في المعاهد في الجامعات في معرض الكتاب، الإخوة الذين كانوا يشرفون عليه يتذكرون هذا، فكان فيه تأثير، كنا متأثرين على أساس، وخاصة الشعارات التي كانت ترفعها الثورة الإيرانية وكان يرفعها الخميني، أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. وحتى أذكر يعني وتعلمون لما النشيد الإسلامي ما له من أثر،
يعني أناشيد الجهاد وأناشيد الصحوة الإسلامية، أبو راتب وغيره وأبو الجود، وكانت هذه لها أثر. فمن بين الأناشيد تأثرت بها أنا، حتى كنت هي كانت بالفارسي وما كنتش أحفظها، النشيد هذاك الإيراني نتاع الثورة الإيرانية اللي كان ينشده بلبل الخميني، اللي كان يطلق عليه بلبل الخميني: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إيران إيران إيران، خونو مرقو وإسيان. هذه الأنشودة كنت أسمعها أكثر من 30-40 مرة، رغم أني ما كنتش نفهم لغتها، ولكنها أنشودة ثورية مع الصور والناس القتلى على يد الجيش نتاع ظاهر نتاع نادر شاه نتاع الملك شاه وكذا. فكان فيه سحر للثورة الإيرانية وخطابات الخميني وكذا. فأول صدمة هذه الآن تحصل لي وأنا في هذه المناطق أمشي، كيف هؤلاء؟ فقلت له: نحن، أنا من الجزائر، وقصصت له هذه القصة وكيف كنا نوزع مجلة الجهاد ونسمع الأناشيد وكذا، وعلى أساس أن البوستر هذا اللي وراكم سوق نفسه على أساس أنه هو يعني إمام المستضعفين، وهذه ثورة المستضعفين على الإكبار، الاستكبار العالمي الغربي والأمريكي وما إلى ذلك، وأنتم ونحن نلقى هذه المعاملة، معنى هذا كله شعارات فارغة. هذا ما قلتش هذا الشعارات فارغة لأنه ربما يعني توبيخ قد ربما يستفز، فقلت يعني فأنا لست أدري يعني بشكل هكذا البراءة. فكأنه الحديث أخذ منحى آخر وقال: ونحن نعم وهو الإمام والمستضعفين وما إلى ذلك. قلت: ولكن نحن الآن مستضعفين في, في, في داخل أفغانستان مع القافلة، ونحن نريد أن نمر إلى إخواننا في بلخ مع هذه القافلة، وتوقفونني وتقول سوف تبقى عندنا ممكن يوم أو ممكن أسبوع ولا أحد يعلم. هذه يعني معاملة لا تليق مع الشعارات التي في أذهاننا. وطبعا هنا يعني الإنسان لا يمكن أن ينسى أنه في كثير من الأحيان أنا كنت أظن أن الصراع هو صراع شيعي سني، لكن الإنسان بعد أن يمر ببعض التجارب وكل ما تفتقت يعني توسعت مداركه وزاد اطلاعه على بعض صراع الحكومات والأجندات والمصالح وما إلى ذلك، يتبين لك أنه حتى هذه السنة والشيعة هي فقط شعار لصراع الحكومات، صراع الحكومات. وإلا الدليل على ذلك قبل الثورة الإيرانية الشيعة في أفغانستان ما كان عندهم، ولا كانوا يعرفوا إيران ولا كانوا يعرفوا أحد في إيران، فكانوا شيعة أفغان عاديين، وحتى الشيعة العرب في العراق وفي لبنان وفي غيرها. فمعنى مما يعني أن هذه اللعبة هي لعبة حكومات وليست حتى لعبة يعني الشيعة وسنة. وإلا حشاه الإمام الحسين الحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنها والإمام علي رضي الله عنه، يعني تريد أن تقول لي الآن أن البراميل المتفجرة لو كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها حية بيننا، أو الإمام الحسين أو رضي الله عنه أو الإمام علي حيا، سوف يبارك البراميل المتفجرة على الشعب السني المنتفض ضد الظلم؟ مستحيل، يعني مستحيل سيدنا علي يشوف البراميل على المناطق السنية ويسكت، هذا كذب. لكن هي لعبة الحكومات. فتبين لأنه لا، حتى القضية ليست ربما تبنيت هذا الموضوع أنه المسألة مسألة صراع شيعة وسنة، لأنه حتى الطرف الثاني اللي يتبنى موضوع السنة أيضا مستحيل يعني أئمة السلف يوافقون على بعض الألاعيب وعلى بعض المظالم وعلى بعض الإسراف في المال العام وكذا. لكن هي قضية شعارات حكومات متصارعة من أجل مصالحها وأجل ذاتها، ويستغلون هذا، يستغل السلفية وهذا يستغل آل البيت وما إلى ذلك، لكن في النهاية الصراع يدور وهو صراع. فالمهم تتكشف حالات مثل هذه تخليك أنك تنظر للأمور بشكل أعمق. فالمهم بعد هذا الحديث قال: على كل حال يعني نحن نتمنى يعني أنكم أيضا ما تنسوناش، وهذه المناطق نحن أيضا يعني أفغان وتساعدوننا في المستقبل وكذا. وانتهى اللقاء على بهذا الشكل، والحمد لله يعني لم أتأذى وأطلقوا سراحي وكملنا مشات القافلة. طبعا
كنا بصدد الدخول إلى منطقة اسمها دار يسوف اللي هي آخر محافظة، وبعدها ندخل، هي في ولاية سمنجان وبعدها ندخل في ولاية بلخ. لكن مما لفت انتباهي تعلق رهيب، تعلق وتأثر بشخصية لم يتوقف أفراد القافلة من أول ما خرجنا من ميرانشاه وهم يتحدثون عنها بإعجاب، بتأثر، متأثرين بهذه الشخصية. دائما في المشي وفي النوم وفي الاستيقاظ وفي الأكل ذبح الله هكذا يضحك، وذبح الله هكذا يتكلم، وذبح الله عندما يريد أن يتخذ قرار يفعل كذا، وذبح الله عندما تواجهه مشكلة يتصرف كذا، وذبح الله كان كذا. الله أكبر، حتى قلت لأبو أسيد يا أخي ماكش ملاحظ يعني أبو ذبيح الله على ألسنتهم يعني سيرته لا تهدأ ولا يسكتون من ذكر ذبيح الله ذبيح الله ضحي بالله من كل عن مناقبه عن فضائله عن شجاعته عن كرمه عن تقواه عن زهده عن ورعه عن تقواه في بيت المال، يعني حدث ولا حرج، أكثر من 37 يوم ونحن نسمح في كل يوم. لكن ويعطوننا إشارات هكذا بربع لغة يحاولون يفهمونا، كم ستفرحون عندما تلتقون بذبيح الله، ها عندما تفرحون يلتقي بكم ذبيح الله، بالنسبة له قدوم 3 إخوة عرب هذا بالنسبة له ليلة القدر نزلت عليه، يعني راح ينبسط ويفرح بكم كثير، وهذا سيكون يعني نقطة تحول تاريخي عنده. فكانوا يرغبوننا متى نصل إلى بلخ ومتى يرانا ذبيح الله ومتى نرى ذبيح الله. لكن عندما وصلنا إلى هذه المنطقة اللي هي كانت مختلطة، يعني نصف سكانها شيعة ونصف سكانها سنة في دار يسوف، وبعدها اليوم الثاني عندما تتحرك القافلة خلاص سندخل في نعود إلى مناطق السنة وندخل في ولاية بلخ وننتهي من ولاية سمنجان. لكن بعد العصر خيم هدوء رهيب، صمت، انزواء، كل واحد ماسك شجرة، كل واحد ماسك صخرة، لا أحد يتكلم مع الثاني، فقط بكاء. ولكن أخفوا عنا القصة، أولا لأن لم نكن نعرف اللغة الفارسية حتى نعرف إيش اللي حاصل، لكن لا تخطئ العين تغير سلوك القافلة، البهجة والحيوية اللي كانت فيها انطفأت، والانزواء والانطواء، الحزن على وجوههم، الارتباك، ونحن نحاول نفهم لكن ما فهموناش. بعدها تبين بعد 3 أيام أو 4 عندما وصلنا إلى مزار شريف تبين أن ذبيح الله ومعه قائدان آخران تم وضع عبوة ناسفة في طريقهم وتم تفجيرهم هم الثلاث، وقالوا هو جريح ولم يعلنوا عن استشهاده. كانت القيادة يبدو لي أخفت أن تعلن عن استشهاده وأعلنوا عن أنه أصيب بجروح فقط، فهذا كأنه أعطاهم أمل أنه مازال ذبيح الله مازال على قيد الحياة. اليوم الثالث أيضا أذكر عندما وصلنا أول منطقة فوجئنا، دخلنا المنطقة بعد المغرب، وطبعا كالعادة يعني أنت تمشي 8 أو 10 ساعات فقط، يعني كل همك متى تصل إلى مكان يعني تمد فيه رجليك من التعب، أو لعلك تجد ولو كاس شاي مر بدون سكر، أو فإذا بنا مع كل هذا التعب وكان الليل نفاجأ بكل عيارات الأسلحة الخفيفة من الدوشكا المتوسطة الكلاشينكوفات البيكا، رمي الليل تحول إلى نهار. فاللي أخذ وضعية انبطاح واللي هرب ومنش عارف، خاصة نحن العرب. لكن تبين ما هي إلا لحظات، تبين أن هذا كان احتفال بقدوم القافلة، وأن القافلة الحمد لله تجاوزت هذا 40 يوم ووصلت بسلام، لأن المجاهدين يعني في أشد لحظات الانتظار سيصل السلاح، ستصل المؤنة، ستصل المساعدات من باكستان، فهذا كله فرح. واللي زاد الفرح أكثر أن فيها أيضا إخوة عرب، يعني ما زلت أذكر يعني ذلك الموقف الذي أثر في نفسي إلى يومنا هذا، فأتبين
أن كان يعني إطلاق النار عن الرصيفين، عن اليمين وعن الشمال. طبعا ليس الرصيف بالمعنى الذي نعرفه المعبد والمزفلت وعليه يعني الإنارة، لا، يعني الطريق الذي تمر منه القوافل هو ترابي وفيه حفر، لكن هو طريق. فاصطف الناس على جانبيه ويطلقون أكثر من ربع ساعة 20 دقيقة، هم يطلقون الرصاص في الهواء ويكبرون، فإذا به كانت الأعداد كبيرة عن اليمين وعن الشمال، ونحن نحيي الناس ويحيوننا، والذي ينقض على واحد منا حتى يبوس رأسه أو يقبل يده، ولأن العرب وبركة العرب. ففوجئت كان فيه شيخ يعني 75-80 سنة، لحيته بيضاء كثة، وجهه وقور محترم في ذلك الليل، ومعه أيضا ولد عمره 10 أو 11 سنة، وفي يده فانوس. فقال لي القائد هناك، وكان يتكلم، خلاص بدأنا نجد أحد يتكلم اللغة العربية أكثر من محمد جان الذي كان معنا في القافلة، اسمه قاري إبراهيم رحمة الله عليه، كان قائد فذ أيضا، هو الذي استقبلنا، لأنه أول نقاط الجمعية الإسلامية في ولاية بلخ هو الذي يتاخم الحدود نتاع ولاية سمنغان، فهو الذي كان على عاتقه مسؤولية تأمين القافلة إلى أن توصل إلى المركز، إلى شولجر. فكان يشرح لنا اللغة العربية، وهو كان إنسان يعني ينطقها جيد، تعلم في أفغانستان وكان قائد. فبدأ يشرح لي، فقال هذا الرجل يقول لك أنا سمعت عن وصول القافلة من يومين، وسمعت أنها ستصل وفيها عرب، وكان من منطقة جبلية اسمها زاري، وسمعت أن في القافلة عرب، وهذا حفيدي، أبوه استشهد في الجهاد، وأنا فقط عندي أمنية، مشيت الآن 3 ساعات حتى أصل، فقط أريد العرب أن يضعوا أيديهم على رأس حفيدي فقط للبركة. يعني معاني ليست تؤثر في الآخرين بل تؤثر فينا نحن. يعني ربما كل هذا التقدير والتقييم والاحترام والعزة كله من أجل بركة الدين، بركة العرب، وليس العروبة بالمعنى السلبي المقيت، وإنما العرب بالنسبة لبركة القرآن العربي والنبي العربي والدين العربي. هذه المعاني كلها كما ذكرت في الحلقة اللي قبلها كلها يستحضرها الأفغاني. فقال جئت حتى أحظى، يعني يحظى ابني أو حفيدي بلمسة على رأسه من عربي، فقبلناه. فالمهم كانت يعني اختلطت الأجواء، أجواء الفرحة والحزن أيضا، لأنه مازال مخيم. حتى قاري إبراهيم يعني ترى عليه البشاشة لحظة ثم ترى عليه تغير، لأنه كل يوم كان يتكشف لنا أن الجبهة، وكان تعداد المجاهدين الذين تحت في ولاية بلخ تحت إمرة ذبيح الله 16,000 مجاهد، وأنا أتكلم عن الولاية يعني ممكن فيها أكثر من 11 أو 12 محافظة غير مركز الولاية اللي هو ولاية ما يسمى بمزار شريف، مدينة مزار شريف الآن. فبدأ يتكشف لنا نحن أمام قائد يذكر بالسلف الصالح، الناس يتحدث عن تقواه، عن صفائه، عن شجاعته، عن بطولته. فغيابه، هو كان فعلا مستشهد، والقيادة العليا الصف الأول كانوا يعلمون عن استشهاده، ولكن أخفوا ذلك بغية ترتيب الصف حتى يعلنون عن قائد جديد. فبدأنا ندخل في هذه الأجواء، تكشفت لنا بعد ذلك هذه القيادة الجديدة، وبعد تم الإعلان عن ذبيح الله الشهيد رحمة الله عليه، وكيف تمت الخطوات التي استقبلت. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونكمل هذه الرحلة في ولاية بلخ، ألقاكم على خير إن شاء الله. شكرا لكم. من فداکارم، مرد پیکارم، با شما ای حامیان سنگر اسلام.
شما ای حامیان سنگر قرآن. یا شهادت صبح آزادی از شفق پیداست، صبح آزادی از شفق پیداست.